مساء الخير. غبطت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة ممثلاً بسيادة المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام. سيادة نائب البطريركي العام المطران خليل علوان السامي الاحترام. الحضور الكريم، مساء الخير مرتين. في نسخته 15 يترسخ بيروت ترنم في قلوب محبيه وفي نسيج المدينة الصامدة التي ترفض الاستسلام. مدينة تشبه معالمها الدينية وخاصة هذه الكاتدرائية العريقة التي تستضيفنا منذ انطلاق المهرجان. يشرفنا أن تكون أمسية اليوم برعاية ومباركة نيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. نقرأ هذا الدعم بكثير من التأمل، وهو يرسخ رسالتنا الصادقة التي تتجلى بالمحبة والتضامن في زمن الميلاد المجيد. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والامتنان لسيادة المطران بولس عبد الساتر مطران بيروت، الذي لا يوفر جهداً لدعم المهرجان وكافة المبادرات والنشاطات التي تخدم الكنيسة والمؤمنين. ففي هذه الكاتدرائية التاريخية نشعر دائماً أننا في كنف يسوع المسيح. في العام 2016 عهدنا قداسة البابا أن نبقى بسطاء ومتواضعين، مبتعدين عن التكبر، وأن نضع خلافاتنا جانباً لنعود إلى ذواتنا أنقياء، نشعر بآلام الآخرين، متمسكين بقيمنا الإنسانية. وها نحن اليوم معاً نرتقي بالترانيم والصلاة إلى عالم السلام والرجاء، متمسكين بإنسانيتنا مع جوقة فيلوكاليا بقيادة الأخت مارانا سعد، التي تثمر أعمالها الجدية والرصينة عن مشاريع ضخمة. برنامج متميز يجمع الشرق والغرب من خلال دمج الأناشيد السريانية الأصيلة بأعمال وأوروتاريو الميلاد للمؤلف العظيم باخ. من بيروت ترنم تحية إكبار للأخت مارانا وللموسيقيين والمنشدين. نفتخر بكم ضيوفاً دائمين في بيروت ترنم. أيها الأحبة، معاً ترنم وننشد، لأنه قد ولد لنا مخلص وهو المسيح. Thank you.
Thank you.
Oh.
شريف.